الحديث كان في مسؤولية كتير كبيرة. الشيء اللي لازم يعرفوه عن التجربة الفنية غائب شوي عن الكتاب. الكتاب يعني أنا ابتدأت باللقاء بموضوع هذا القاسم المشترك بين الفنان وبين الكاتب، والقاسم المشترك هو القصة والرواية وليس أي كتاب على التعيين. يعني اللي بيشد الفنان دائما لأي كتاب هو القصص التي تحتوي هذا الكتاب. يعني على سبيل المثال حتى لو كان قصيدة شعر الفنان يقرأ فيها قصة، عم بحكي عن درامية. حتى لو كان فن تشكيلي اللوحة تشكل للفنان الدرامي قصة، وبالتالي القاسم المشترك بينه وبين الكتاب هو القصة. وابتدأت بالعمل في القصة وأثر القصة في المعرفة وأثر القصة في الوعي. الرسالة الأهم التي يجب علينا أن نركز عليها هو العلاقة الصحية ما بين الثقافة وما بين الدراما وما بين الإعلام، ما بين مؤسسات الدولة عموما. يجب أن يكون هناك علاقة صحية ما بين هذه المؤسسات، لا أن يكون هناك علاقة تصادمية بينها. وبالتالي فعندما يكون هناك فنان حقيقي، عندما يكون هناك فنان صادق، عندما يكون هناك فنان منتمي، فمن واجب اتحاد الكتاب العرب، من واجب وزارة الثقافة، من واجب كل المؤسسات الثقافية والمعرفية والفكرية أن تجري أو أن تعقد لقاءات ما بين هذا الفنان، ما بين هذا الفنان وما بين الجمهور أو الشارع إن صح التعبير، لأن هناك فائدة يجب أن تستفيدها هذه الشريحة المستهدفة أو يستفيدها الشعب أو يستفيدها الشباب من تجربة هؤلاء الكبار الذين أفنوا حياتهم في خدمة أمتهم من خلال تقديمهم للفن بهذه الطريقة اللائقة. الملامح الإنسانية في شخصية الفنان عباس النوري حاول أن يقدمها حكايات الجدات والأجداد والآباء والأمهات والحارات وحارات دمشق القديمة وثقافة هاي الثقافة الشعبية الحقيقية اللي فيها روح الناس، حاول أن يظهر وهو مؤمن بها، لذلك حاول أن يعرضها بطريقة شفافة، بطريقة صادقة، بطريقة مخلصة، وهو صادق فيما يقول، وحاول يعني أن يقدم هذه الصور ليفائل الناس بمستقبل أفضل لسوريا، للوطن، لدمشق، وأن دمشق حكاية لا يمكن أن تنتهي.